السلام عليكم. نتحدث اليوم في هذا التقرير عن موضوع مهم. الرياضة بصورة عامة وكرة القدم بصورة خاصة يجب أن تكون بعيدة جدا عن أي شكل غير حضاري أو عنصري، ويجب تشخيص كل من يحاول أن يسيء إلينا نحن مشجعي ومحبي كرة القدم العرب. رافينا البرازيلي مدافع بايرن ميونخ الألماني، وفي احتفالات الهالوين نشر صورة مهينة حيث ظهر وهو يرتدي الزي العربي ويحمل معه طرد يمثل قنبلة زي الانتحار العربي، وصفا العرب بالإرهابيين. الصورة نشرت على حسابه في الانستغرام وفي حساب النادي البافاري، وبعد سيل من الانتقادات قام بإزالة الصورة. أصدر بعدها اللاعب رافينا لاعب بايرن ميونخ اعتذارا فاشلا عن زي هالوين مفجر انتحاري العربي. ظهر الظهير البرازيلي صاحب 33 عاما وهو يحمل علبة كتب عليها الحذر في صورة المرسلة من حساب تويتر الرسمي لبايرن ميونخ إلى متابعيه البالغ عددهم 4.5 مليون متابع. نعم، 4.5 مليون متابع في حساب بايرن ميونخ نشرت عليها هذه الصورة. نشر حساب تويتر الرسمي لبايرن ميونخ هذه الصورة مع رافينا وهو يرتدي زي مفجر عربي. ماذا هذا رافينا؟ غبي أم وقح؟ العرب أكثر من يحب كرة القدم، لماذا أقدمت على هذا الفعل المشين؟ رافينا الأحمق يحاول أن يكون ظريفا بإهانة العرب. وقد أشعلت الصورة موجة من التعليقات الغاضبة، ونأخذ البعض منها، حيث قال أحدهم: هل هذا جاد؟ شخص يرتدي زي مفجر؟ وكتب آخر: احذف هذا. تعليق آخر كتب: هذا مشين. مستخدم آخر: لم يعجبني بايرن ميونخ، لكن السعوديين الذين يدعمون هذا الفريق يجب أن يتوقفوا الآن عن دعمهم، هذا سخيف جدا. وشخص آخر كتب: هذا ليس جيدا لعشاقكم العرب، هذه هي العنصرية. وكتب على أحد التعليقات: تصوير العرب على أنهم إرهابيون وأنت على ما يرام في ذلك، في إشارة إلى رافينا. هذا حقا ذوق سيء. آخر كتب: هل أنت من أصم ولا تسمع نغمة العرب أم ماذا؟ يا لها من خيبة أمل. مشاهدي هذا الفيديو الأعزاء، أرجو أن لا يقف هذا الفيديو عندكم، اعملوا مشاركة على كل أنواع التواصل الاجتماعي لكي يسمع هذا الأحمق وناديه رد العرب عليه، إلى أن يتقدم النادي البافاري باعتذار رسمي عن فعل هذا الأحمق رافينا. شكرا لحسن انتباهكم. قناة صدى الكرة.